صلى الله عليك يا وابن سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك، لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى الآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على قطيع الكفين وناصر الحسين، السلام على أمه أم البنين وإخوته الميامين الطاهرين، السلام على من وفى بيعته للحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. أمه خر على الفرات وهويت مخضوبا بفيض دمائي. أمه يا أم البنين، أمضني حال الحسين وقد جثى بإزائي. أمه ليتك كنت عند جنازتي وحسين يمزج دمعه بدمائي، لهفي له وقد أريع لمصرعي، فأسال أدمعه على أشلائي.
أفديه منخطفا وحزنه طامئن ولوعته تلف لوائي. أخي أخي كسرت ظهري والعدا شمتت به ويا لشماتتي الأعداء. بعد العباس يشتكي لأمه أم البنين، تصور من الشاعر يقول أمه بعد موقف أذى قلبي، بعد شنو موقفك يا أبا الفاضل؟ أمه لم يبكني قسوة ما جرى، لكني بكيت سيد الشهداء. والزهراء تندب مصرعي وتنوح بين بكائه وبكائي. لم أنس لما هويت مضرجا ندب البتول يفت في أحشائي. عباس يا ولدي قتلت مظلوما ولم تضق ماء فواسيت الحسين النائي. يا أمه ناران تستعران بين جوانحي، حزن الحسين وندبة الزهراء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت النبي المصطفى أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمن، لقضاء الحوائج لشفاء المرضى. رحم الله من يرفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يقضي حوائجنا وحوائجكم هذه الليلة، ليلة قضاء الحوائج، بحق أبي الفضل العباس كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين. اكشف كربتنا بحق أخيك الحسين. قليلا إن شاء الله رواية أو روايتين عشان ما بدي أطول اليوم بالمحاضرة، لكن أحببت بأن أقف لأريح هذه العقول باعتبار أن مجلس العباس هو مجلس جدا قاسي، فأتيت بروايتين جميلتين تتحدث عن أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، لكي نعرف قليلا عن حياته الطيبة المشرفة. يقول المؤرخون أن أبو الفضل العباس عندما ولد
كانت سنة 26 للهجرة، يعني في الرابع من شهر شعبان، والحسين ولد في الثالث من شهر شعبان. فبيلتفت المؤرخون والمفسرون بأنه عند ولادة أبي الفضل العباس كان للسيدة زينب من العمر 21 سنة. فيقولون المؤرخون أن السيدة زينب ما كانت فقط الأخت لأبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما كانت الأم والمربية للعباس، لذلك قد استحوذت عليه من أمه أم البنين. يوم من الأيام عندما ولد أتت تحمل العباس بين يديها وأسرعت إلى أبيها أمير المؤمنين تقول: أبا، لما أرى قلبي قد تعلق كثيرا بهذا الغلام؟ كل ما حملت العباس ينكسر القلب. لما؟ مع العلم أنه لدي الحسين، لدي الحسن، لدي أولاد أخر أو إخوة أخر، لكن ليش بالتحديد أبو الفضل؟ فإذا بأمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يهيئ زينب، قال: يا زينب تعلقي به فإنك تخرجين من المدينة بكفالته وترجعين من دونه. فهنا تقول الرواية: سالت دموع زينب فقالت: أبا، أأنا الذي أتركه أم هو الذي يتركني؟ فقال: أنت تتركينه على رمضاء كربلاء مقطوع اليدين، سهمه ناشب في العين ومفضوغ الجبين. ومن حين ذلك الأمر يقول المؤرخون والسيدة زينب متعلقة بأبي الفضل العباس، استحوذت عليه من أمه. ومرات ومرات أمير المؤمنين قد أعد السيدة زينب لكربلاء وماذا سيجري عليها في كربلاء. من حين كان العباس صغيرا يقول الراوي: وأمير المؤمنين يجلس العباس في حجره ويقبل كفيه. حتى يوم من الأيام تأتي أم البنين تتساءل للإمام، بتقول له: لماذا أراك تقبل كفي ولدي العباس كثيرا؟ أفي يدي ولدي عيبا؟ فبيتلفت الإمام ودموعه تجري على خديه فيقول: لهفي لهاتين الكفين اللتين تقطعا في نصرة أبي عبد الله الحسين. وهنا أيضا استعداد من أمير المؤمنين، يريد أن يعد قضية كربلاء لزينب لأم البنين. فقد أنشأ أمير المؤمنين صلوات الله عليه مشروع العباس إنشاء تاما، حيث تقول الروايات من حين اختيار أمير المؤمنين لأم البنين ما كان عن عبث، لما قال له لخيو عقيل: اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتنجب لي ولدا ينصر ولدي الحسين في كربلاء. فراح عقيل وجمع له أم البنين، قال له: أم البنين بصفاتها هي التي تكون مصطفاة لهذا الأمر، باعتبار أن أهلها معروفين بالفروسية وبالشجاعة وبالكرم، وقبيلة جدا منيحة وطيبة ومنشأة منيح. لذلك أول ما قام به أمير المؤمنين هو بناء مشروع العباس لنصرة الحسين سلام الله عليه. ترى الإمام عم يشتغل عن استراتيجية معينة وليس عن عبث. فبتقول الروايات: إن العباس كان للحسين سلام الله عليه كما كان علي لمحمد عليه أفضل الصلاة. الله صل على محمد وآل محمد. فكان العباس رأس الهرم عند الإمام الحسين بشجاعته ببسالته بقوته. يعني إذا بتلتفتوا أنه دائما كان العباس إذا أراد أن ينزل إلى الميدان بيجي الإمام الحسين بيقول له: لا، أنت قائد اللواء، أنت كبش كتيبتي، أنت عسكري. مع العلم بتلفت المؤرخين بيقولوا: طيب هذا الجيش اللي بيمتلكه الإمام كله كان عبارة عن 70 إلى 75 واحد. طيب شو بيقصد الإمام الحسين؟ أنه مش هذا الجيش الكبير. كلما أراد العباس أن ينزل
وبأول جولة بتقول الروايات 50 صريعا من أصحاب الإمام الحسين، يعني بقي 20 إلى 25 واحد، وأراد العباس أن ينزل بقال له أنت قائد جيش. طيب أي جيش يتكلم عنه الإمام الحسين سلام الله عليه؟ بيقول الراوي إنما يقصد الإمام الحسين سلام الله عليه بأن العباس نفسه هو معسكر الحسين، بيقول له أنت كلك أبو فاضل معسكري، كل عضو من أعضائك يا عباس أنت معسكر لي، أنت قوة لي، أنت سند لي في هذه الدنيا. لذلك بتقول الروايات عندما أراد العباس أن ينزل إلى الميدان الإمام الحسين قال له كلمة لم يقلها إلى أحد لا قبله ولا بعده، قال له بنفسي أنت اركب. شو يعني بنفسي أنت اركب؟ وهلأ هذه السنة إذا بتشوفوا على باب أبي الفضل العباس في مقامه الشريف حطوا هذه الكلمة على مدار واسع، جابوا راي مكتوب عليها بنفسي أنت اركب. ترى الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي يفدى بالنفوس، فلما وصل الأمر إلى العباس قال له أنت فداك نفسي يا أبا الفضل، بنفسي أنت اركب انزل. لذلك يقول السيد المقرم سلام الله عليه، بيقول لما سمع الإمام الحسين سلام الله عليه صوت العباس ونزل إلى الميدان لكي ينظر إلى أخيه مقطعا إربا إربا، بيقول تفاجأ بشيء على الأرض حمله ثم قبله. ثم وضعها على عينه. ثم وضعها على عينه وصار يشمها ويضمها إلى صدره، ثم مشى قليلا فرفع الكف الأخرى. يقول ما أدري إذا كان الإمام الحسين قد نزل جثة بلا روح أم نزل روح بلا جثة، فهو الذي فدى نفسه لأخاه. لذلك تقول الروايات أنا ما عندي طاقة أكمل اليوم، أريد أن أدخل إلى المأتم مباشرة. تقول الرواية لما نزل الإمام الحسين لكي يرى جثة العباس هكذا رأيناه قد صنع صنع ما صنعه مع أحد، فلقد وضع يده على ظهره وقال الآن انكسر ظهري. فماذا كان هذا الوداع لما وقف ينادي أخي لقد ضاق صدري وسئمت الدنيا فأذن لي بالبراز بين يديك. تقول رواية زينب في الخيمة ترفع طرف الخيمة ترى العباس يودع الحسين يتكلم معه لكن لا تسمع، كأني بها تنظر إلى العباس يحضن الحسين والحسين يحضن العباس يقبله يشمه يضمه. قل له والله يفجع القلب يا شيعة وداعي الاثنين، لو شفت والعباس يوم احنا الحسين يحب راسه ويقبل منا ليدي، اجت زينب ويلا اجت زينب شبقتهم بليدي
صح بعدكم يا خوتي التجي وين اني ما افقد واحد اني افقد اثنين صحت اني باكر يسموني مخدرة عباس وحسين تقلي يا خويا بعدكم التجي وين ودع الحسين زينب متأكدة العباس أبو فاضل ما ينزل قبل أن يسلم عليها لذلك هي تنتظر في الخيمة فأول ما رأت العباس قالت أريد أن أحدثك فقال نعم صدقت إنه وقت حديثنا يعني شنو تقول له بهذا الموقف ها شنو تقول له تقول له أنت ودعني يا بعد اختك عزاني ما شفت هاليوم تمنيتك تظل وياي تبارس كينه كالثوم لو سافرت عني اروح انسبي ويا القوم اليتامى من يباريها لو غاب عنها الكفيل بعد زينب شنو عندك الليلة تقول له ادري بالسفر غربة وادري بالاخو خيمة خويا تدري كم طفل عندي وكم يتيم ويتيم هذي تصيح عطشانة والعدو ما بيهم شيمة حرمة نوح رضيع يصيح وانا بولية الظلايام اراد العباس ان يمشي عن زينب ودعها يلا كلكم حافظين كلكم حافظين البارحة طلب مني ان اقرأ بهذا الطور ها ولقد اتى وقت هذا الطور مشى العباس واذا بزينب خلفه تقول له لحظة يا خويا تنتظر محلى جمالك يا البدر ما اقدر اشوفه معتفر هيد لزينب يلقوا توقف ابو فاضل اللحظة بشم خدودك خويا وبعد الجودك خليني بلف زنودك يلي قطعوها يا القمار يلي قطعوها يا القمار تقل منه بعيد عينك إلي منه يعدي المحملي منه بيكفل بتعالي ترضى أجانب يا القمر ترضى أجانب يا القمر ما جواب العباس خلاص هذا آخر الوداع كأني بها رفعت يدها من خلفه ومدى العباس تقل سلم على أمي الزهراء يا زهراء سلم على أمي الزهراء ولا تنسى بويا تخبرا بنتك بقات متحسرة لو مشى عنها القمر لو مشى عنها القمر قل لو حق من البتول يا زينب مكسر الأضلاع والله لو فوق الشريعة
مئة ألف دراع لخليها جنايز فوق القاع واجيب الماي لاطفالك ورويها ايه لجيب الماي لاطفالك ورويها ونتك مولاي عظم الله أجورنا وأجوركم ثم نزل سلام الله عليه أمسك القربة نزل إلى الميدان ذكرهم بحملات أمير المؤمنين وبصولات رسول الله كشفهم عن المشرعة يقول الرواة وكان عددهم 4000 عددا كبيرا دخل إلى ماء الفرات أملى القربة ثم أحست رجلاه ببرودة الماء يقول الرواة فأدنى الماء من شفتي غرف غرفة ثم أدناها من شفتي قالوا لماذا يفعل العباس هذا الفعل وهو لا يريد أن يشرب يقولون لأنه يريد أن يقول يا نفس والله لا تذوق الماء والحسين عطشان الله الله مولاي هذا الإيثار هذا الإيثار مولاي يلا كلنا حافظين اللي حافظين يردد وياي هذه الليلة ترى كلكم قراء يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت تكوني هذا الحسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين يقول له شلون اشرب واخوي حسين عطشان والله وسكنا والحرم واطفال رضعا وظن قلبي العليل التهب نيران يا ريت الماي بعد لا حلو مار يقول الراوي إلى أن رمى الماء على الماء ثم زم القرب على عاتقه عظم الله لكم الأجر شباب وقام بأبي وأمي وهمه أن يوصل الماء إلى المخيم فنادى عمر بن سعد عليه اللعنة إياكم أن يصل بالماء فلو شرب الحسين منه لأفنياكما عن آخركم والعباس يقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة ولسان حاله شنو يقول مولاي يقول إلى أين تفرون مني وأنا ابن خواض الغمرات إلى أين تفرون مني وأنا ابن منكس الرايات إلى أين تفرون مني وأنا ابن المسمى حيدرا إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لابن المصطفى الطهري وقى حتى أوارى في المصاليت لقايا يقول الراوي أكثر القتل فيهم فما استطاعوا له كمنوا له من وراء جزوع الناخل وويلاه وويلاه وعبست وجوه القوم خلف الموت والعباس ضاحك مسرورا إلى أن كمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة متخفية يلا وصلنا للمصيبة رفع السيف عاليا فلما مر العباس من جنبه ضربه على يمينه قطع يمين العباس
عباس أي رحيم الله من نادى وعباس أيوا سيدا الله أكبر. يقول الراوي فضم اللواء إلى جانبه الآخر وحمل السيف باليد الأخرى وصار ينادي ويقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. أقول لكم مولاي ثم تقدم قليلا ولم يهتم بيمينه إلى أن كمن له لعين آخر من وراء نخلة أخرى وكان يدعى حكيم بن الطفيل فلما مر العباس بجنبه ضربه على شماله يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فصلهم يا رب حر النار. شباب أريد أفصل لك الليلة ها الليلة تفاصيل أريد أقرأ لك تفاصيل. يقول الراوي الحسين واقف يراقب المعركة من بعيد لكن العلامة بين عيون الحسين والعباس هي الراية اللواء فلما قطعت كفيا بالفاضل انحنى اللواء فخفق قلب الحسين قل أخوه والله أخوي قطعة زنودي والعلم مال والله مال مال يا حسين تشوف الخيك شيال الله الله مولاي نعم زم هذه القربة إلى عاتقه أكثر. يقول وهمه أن يوصل الماء إلى المخيم غير ملتفت لا ليمينه ولا لشماله لكن الذي يؤلم القلب هذا الموقف يأتي له شخص من خلفه يقول أنت العباس أنت ابن علي قال بلى قال تعال وبارزني وأنت الذي تقول أنا خواض الغمار فانزل لمبارزتي فإذا بالعباس ينادي أين كنت عندما كانت الشمال واليمين يقولون حرملة حرملة أين أصبت العباس تدرون حرملة ألم قلوب أهل البيت. الإمام زين العابدين بعد مقتل الحسين يسأل ماذا يصنع حرملة قالوا سيدي إنه يأكل ويشرب قال لا والله لا أكل بيمينه فلقد فجع قلوب أهل البيت وإذا بالمنادي ينادي عليكم بالسهام ارشقوه بالنبل. يقول حرملة معترفا إلى المختار يقول أنا أخذت موضعا من العباس يقول سهم أصبت به صدره وسهم وقع في القربة فأريق ماءها عند ذلك حزن العباس حزنا شديدا لكن بالله عليكم أسألكم وين السهم الثالث وقع. يقولون أن الزهرة تأتي إلى أحد الخطباء في المنام تقول يا خطيب لما ذكرت السهم الذي وقع في عين ولد العباس
يقول سيدتي ما ذكرت سهما وقع في عين ولدك الحسين. قالت لا لا إنما أقصد ولدي العباس. فلما وقعت في عيني كأنها وقعت في عين الزهراء. انحنى على كربوس الجواد تجمعت الدماء على العين الأخرى. آجركم الله عظم الله لكم الأد. لقد وصلنا إلى الفاجعة. أراد أن ينتزع السهم ما استطاع. وضع السهم بين ركبتيه فما استطاع. وإذا برجل من بني تميم عليه اللعنة أتاه من خلفه رافعا عمدا من حديد. سامحنا أبا عبد الله هذه الليلة يفجع الحسين. هذه الليلة يسمع الحسين صوت أخاه. هذه الليلة يبقى الحسين وحيدا فريدا. انحنى على قربوس الجواد وإذا باللعين يرفع العمد. والعباس منحني وهوى به على رأسه شق هامته. يقول الراوي فسقط من على ظهر جواد. لكن أسألك يا مولاي كيف سقط؟ كيف يتلقى الأرض؟ يقول تلقاها بحجر تحت قدمي. مستعدين للنداء؟ ترى أنا ما عندي طاقة هذه الليلة. الحسين ينتظر وإذا بالصوت. عليك مني السلام أخي. عليك مني السلام أخي. عليك مني السلام أخي حسين. يقول الراوي ساقت الرياح صوت العباس. وإذا بالحسين ترك فرسه صار يهرول إلى الميدان. وويله مشى قليلا وإذا به تفاجأ بشيء على الأرض. حمله قبله شمه. مضى قليلا وإذا به يمسك شيئا آخر ضمه إلى صدره. اتعنى من الخيام للعلقم حسين. يصيح بصوت يا خويا يا وقعت ويا. ترى ما اشوف دربي يا ضي العين. علي الكون هالليل اظلم. شباب ما ادري اذا تتحملون لكن تقول الرواية لما تقدم الحسين اذا بالعباس احس بان احدا قد قدم اليه وظن انه من الاعداء. فقال يا فارس أقسم عليك بحق من تعبد إلا وأمهلتني. قال لما؟ قال حتى يأتي ابن والدي أودعه ويودعني وأشمه ويشمني. والحسين يجاوب شنو يقول له؟ يقول له أنا عضيدك يا من ظهري كسرته. وخلى يتامانا عطشانا
وضيع أخته. وليش الشرب عفته وهالشاطئ ملكته وخليت قلبك بالعطاش يا ابن الميامين. يلا كلكم حافظين هاي الكلمات، أريدكم وياي، أريدكم توصلوا إلى قلب الحسين هذه الليلة. شنو يقول له؟ يقول له أنا حسين يا أخويا يما، واختلط دمعي بفيت دمك، وسكنت سل الطفول بسمك، تقل ساعة ويجيب الماي عمك. خويا عفت سكينة تحاكي خوها بالمهيد، تقل يا عبد الله لا تبكي بعيد، ترى عمك العباس ما يخلف وعيد، ابو فاضل غيور وكل الناس تعرفه. عظم الله اجورنا واجوركم، الفعل الذي فعله الحسين مع العباس. ماذا فعل؟ يقولون امسك براس اخيه ووضعه في حجره وصار يمسح التراب عن وجه اخيه والدماء عن عينيه، والعباس ينزل راسه الى التراب. فثم قام الحسين وفعل هكذا مره ثانيه، والعباس ينزل راسه الى التراب. في المره الثالثه قال الحسين اخي لقد كسرت قلبي، لماذا تفعل هكذا؟ وإذا بالعباس ينادي أخي بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟ أين المنادي؟ حسين حسين، أيوة حسين. سامحني سامحني أبا عبد الله، أراد أن يرفع جسد العباس، فإذا بالعباس ينادي أبا عبد الله دعني مكاني. قل يا أبو اليمة دعني بمكاني، ليش يا زهرة زماني؟ قل له وعدت سكنة بالماي تراني. والله شو تقول وعمها ما يخلف وعيد، وإذا به يودعه يشمه. تقول الرواية فإذا بالعباس شهق شهقة أليمة. يلا استعدوا مولاي، ومد يديه ومالت رقبته وفاضت روحه. فإذا بالحسين ينادي الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. يلا هذا البيت، هذا البيت شنو يقول هذا الشاعر؟ يقول له ون 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 يا ون ويون حسين ونات، يعني كل ما أن أبو فاضل الحسين يؤن لمزرعي. والله ونا يا ون ويون حسين ونات ونات ونات، وكل ضربة بيه بقلب حسين ضربات. والله وبين ما يتكلم وياه لانفاضت روحه، ايه ومات. ثم قام من مزرعه حزينا
عباك يا يلا وصلنا وصلنا ها قاصدا المخيم يقولون زينب تنتظر على باب الغيب. أنا عندما أصل إلى زينب ينكسر قلبي، لذلك سامحنا يا صاحب الزمان. هذه ليلة ليلة زينب أيضا، ترى راح الستر يا زينب. زينب على باب الخيمة يقولون ما كلمها الحسين، نادت أخي لما عدت لوحدك، أين كفيلي أين العباس؟ فإذا بالحسين آجركم الله أسقط عمود الخيمة، يعني خلاص قائد اللواء قد قتل يا زينب. فلما نظرت إلى هذا الأمر صاحت وضيعت أنا بابك يا أخي. فصاح الحسين وضيعتنا بابك يا عباس. شباب الكل دائما يسأل يقولون كيف رأت زينب العباس، ها أقول لك كيف رأته. يقول الراوي لم ترى الحسين لم ترى العباس في يوم العاشر، ها أي متى رأته؟ أرادت أن تنزل إلى العباس، لكن وضع الحسين يده على قلبها، نادى أخيا إن عفافك وسترك أعظم علي، أخيا لا تشمت الأعداء بنا. لذلك تقول الرواية فحبست هذه الدموع داخل نفسها، حبست هذه الشكوى داخل قلبها، أيمت رأت العباس. يقولون لما قتل الحسين ورفعت الرؤوس ليلة الحادي عشر، يعني عصر يوم عاشوراء، تقول الرواية خرجت زينب تطأ أذيالها لا تدري أين تذهب، كلها رؤوس مقطعة، كلها أجساد متناثرة، إلى أن وصلت إلى نهر الفرايات. نعم يقولون كيف علمت أن هذا هو العباس؟ يقولون صارت تشتم رائحة تقل لحقتك على ريحة الخوة، ودبيتني على الغرب قوة، لا تقلي ما عندك مروة، ولا تقلي ضيعت وصل الأخوة. وصلت إليه شنو شافت؟ شافت كفين قطيعتين، أجساد متناثرة. يقولون جسد العباس كان كالقنفذ من كثر السهام. أقول لك شنو طلبت شنو سوت؟ يقولون جلست بجنب العباس. يلا كل سنة أقرأ هاي الكلمات وأريدك وياي، اللي حافظها يرددها وياي. تقل له لو رايت كفين أعطيك كفوفي، ولو رايد عينين أعطيك عيوني، لكن وحدي هالليلة لا تخلوني. تقل له بسوي الدواء بسوي الدواء وبداوي جروحه، بروح أشوفه قبل ما تروح روحه. نادوا عليها ودمعاتها سفوحة، دواكم ما ينفع يا اختي وخانت الأيام. تقول والله لو كان والله لو كان الدواء ينفع لداوي، شلون الدواء ينفع ومقطوعة يدي، شلون الدواء ينفع ومقطوعة يدي. بعد نامت على جسدي
يلموه بس ظهر حسين مكسور. أنا عمري يا أبو فاضل كسرته حين الفكرت بحسين عطشان، ما فكرت بحجاب اللي كفلت. أريدك تسمع هاي الكلمة، تقول له سبني الشمر سبني الشمر سبني الشمر لما ذكرت. معقولة يا أخويا ما سمعت؟ لو ما رفلك جفن من ضرب المتون ساعة لما طبني وينك انت؟ ظلمة ظلمة الدنيا أخويا والدرب خوف، ظلك على دروبي أنا نشرت، ظلك على دروبي أنا نشرت. يلا إخواني كل سنة نقرأها، كل سنة أريدك تزلزل المأتم. جواب العباس لزينب، ترى هذه القصيدة ما تموت كلنا سوية. يلا سامحيني سامحيني عالنهار لو طاحتي سار ويميني. سامحيني سامحيني هذه آخر كلمة ما بينك وبيني. صوتك صوتك. سامحيني سامحيني العماد يا اختي صواب جبيني. سامحيني سامحيني والسهم نابت يا اختي بعيني، والسهم نابت يا اختي بعيني. كلنا كلنا شباب عليكم هذه القصيدة. تقول لي يا ابو فاضل يا ابو فاضل اني زينب رد علي. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل خلي ايدك في ايديا. يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل اني زينب رد عليا. يا ابو فاضل يا ابو فاضل خلي ايدك في ايديا، خلي ايدك في ايديا. هذه الليلة نذكر الإخوة من فقدناهم في هذه الدنيا في أوراق بإيدنا. اللي عنده هذه الورقة يرفعها إن شاء الله ويرددها معي. حق علينا في هذه الليلة أن نتذكر إخوتنا، كل أخ بهذه الدنيا فأدناه، وكل صديق رب أخ لم تلده لك أمك. حق علينا أن نذكرهم هذه الليلة ببركة العباس، وكلنا إن شاء الله منردد سويا لكسب البركة والأجر. صديقي يا الأبدي، إذا بدكم فيكم توقفوا للطم. وداعا يا أضدي يا ركني في الشددي، عباس يا سندي. حافظينها يلا. صديقي يا الأبدي وداعا يا عضدي يا ركني في
الشدد عباس يا سندي صديقي صديقي يا الأبد وداعا يا عضدي يا ركني في الشدد عباس يا سندي باللطن صديقي يا الأبد وداعا يا عضدي يا ركني في الشدد عباس يا سندي احفظ المستهل صديقي يا وداعا يا عضدي يا ركني في الشدد عباس يا سندي من بعدك اشتعلت روحي وما سكنت وزينب ضربت وبعدها سبيت صديقي صديقي يا وداعا يا عضدي يا ركني في الشدد عباس يا عضدي صديقي يا ركني في الشدد يا أخي الحبيب أنت لي طبيب ردد يا أخي الحبيب أنت لي طبيب أشرقت دماك ثم سرت لي المغيب إنني هنا يا أخي الحبيب يا أخي الحبيب أنت لي طبيب أشرقت دماك ثم سرت لي المغيب إنني هنا يا أخي الحبيب صديقي يا الأبد وداعا يا عضدي يا ركني في الشدد عباس يا سندي صديقي صديقي يا يا ركني في الشدد عباس يا سندي من بعدك من بعدك اشتعلت روحي وما سكنت وزينب ضربت وبعدها سبيت وبعدها سبيت لا حول ولا قوة إلا بالله الآلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت النبي المصطفى أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة